قبل 32 عام عيون الوطن أبصر نهار أظلم بفجر يوم ما ينسي أصوات المدافع تدوي صاحة كويتنا رهينة أدركوني أنقذوني يا عرب وغصت الكلمات والأشعار وألحان حزينة انزفت دارنا بغدر جارنا وسجل التاريخ بالدم أدوار الأبطال أسرانا وشهداء الكويت الأبرار ووثق التاريخ بصمة للخيانة والعار وبفجر الثاني من أغسطس عام 1990 ومثل هذا اليوم ترجع ذكرى الغزو العراقي الغاشم بتفاصيله المؤلمة وتشعل جمرة الماضي منصات التواصل تحت أبرز الهاشتاغات ومختلف التغريدات ومقاطع الفيديو المحملة بالدروس والعبر. الثاني من أغسطس يعود محمل بالذكريات الثقيلة يوم صعب على كل مواطن على كل محب لهذه الأرض الغالية يوم اكتسح فيه الحزن منصات التواصل وغطت التداولات كل ما له علاقة بتلك الذكرى تلك اللحظة تلك الغصة أشوف معاكم مقطع من المقاطع الأكثر تداولا في منصة تويتر Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free. سطرت معركة بيت القرين أبهى صورة للوحدة الوطنية في الكويت وليبقى هذا المتحف شاهدا حيا يروي تفاصيلها لأبناء الكويت جيل بعد جيل كاميرا ترانز كانت موجودة في هذا المتحف راح نشوف معكم مشاهدينا هذا التقرير مع الزميلات شهد وعهد الخميس وطني وطن النهار انت النهار يا وطني مجموعة المسيلة هي احد مجاميع المقاومة الكويتية اللي كان مقرها في منطقة القرين وكان قائد هذه المجموعة الشهيد سيد هادي العلوي هذا البيت اللي استشهد فيه 9 أشخاص ونجا منه مجموعة من الأشخاص خلونا ناخذ جولة في بيت القرين انت النهار وأول ما ندخل البوابة الخاصة في بيت القرين راح نلاحظ عدة سيارات باصات دبابة أول شيء السيارة اللي موجودة وراي هذه سيارة خاصة بالاستخبارات العراقية كانوا يستخدمونها أثناء الغزو العراقي أما الباص اللي موجود وراي هذا الباص اللي كان يحمل الأسرى الكويتيين هم أثناء الغزو العراقي وبالنسبة للدبابة اللي موجودة في نص الفريج هذه الدبابة اللي قامت بمهاجمة بيت القرين وهاجمت المدنيين اللي موجودين داخل البيت يا وطني أول ما تدخلون البيت راح تلاحظون أن البيت كله مكسر وعبارة عن طلقات عشوائية وفي هذا المكان اللي يسمى الكنجية وهو مخزن للبيت نجا منه شخصين من المقاومة الكويتية وبالنسبة حق المكان هنا تحت الدري كان في مجموعة من أشخاص المقاومة 8 أشخاص سلموا نفسهم للاستخبارات أول ما دخلوا بيت القرين والسبب كان علشان ينجون ربعهم اللي موجودين في الدور اللي فوق وفي هذا المكان بالضبط فوق سطح بيت القرين تم استشهاد سيد هادي العلوي ما احنا نمشي في البيت راح نلاحظ بكل زاوية قصة من قصص شهداء بيت القرين ونلاحظ ان كل الطوف والجدران اللي موجودة في البيت تشهد قصة من قصص تضحيات شهداء بيت القرين والحين انا في زاوية الشهيد النقيب يوسف الخضير ثالث شهيد في معركة بيت القرين احنا
متواجدين في المعرض، والمعرض يحتوي على عدة طلقات وملابس خاصة بشهداء القرين. قصة بيت القرين ما هي قصة عادية وعابرة والسلام، قصة بيت القرين تاريخ محفور بقلب كل كويتي. قصة بيت القرين هي أكبر رسالة لنا في حب الوطن. أما تحت هاشتاج بطل التحرير راح نستذكر بهذا الفيديو كلمات خالدة لأسد الكويت سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه من حساب الإعلامي عبد الرزاق الحزامي في منصة تويتر. إخواني وأخواتي أبناء وطن الأعزاء، لقد عالجت على نفسي وأنا على فراش المرض إن كتب الله لي السلامة والنجاة أن أنذر ما بقى لي من عمر للكويت وأهلها، لا أظن بجهد ولا أبخل بمال ولا أعبأ براحة أو صحة في خدمة الوطن والمواطنين. بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكرى 32 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ملحمة وطنية وتاريخية نادرة الوجود، سطرها شعب عظيم انتفض في وجه الغزاة، نماذج مشرفة للتضحية والفداء، شعب لا يرضى بغير الكويت وطنا حرا أبيا. الثاني من أغسطس عام 1990 ذكرى مؤلمة تعتصر بها القلوب بمجرد استرجاعه، ولكن على الرغم من مرارة الذكرى إلا أنها سطرت أعظم معاني الوحدة الوطنية. المحلل السياسي والاستراتيجي مساعد المغنم كانت له مداخلة لبرنامج ترنز بهذا الخصوص. تحل اليوم الذكرى 32 للغزو العراقي للكويت، ويستذكر الكويتيون ذكراه الأليمة والدروس والعبر من هذه المحنة، ويستحضرون صمود المقاومة التي ضربت أروع البطولات في ملحمة وطنية خالدة. ولا ننسى أيضا دور رجالات الكويت والذين قاموا بأدوار تاريخية ومحورية في تثبيت الحق الكويتي بالمحافل الدولية وحمل رسالة الكويت، وفي مقدمتهم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد والأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وكذلك الوزير الأسبق الشيخ سعود الناصر الصباح طيب الله ثراهم جميعا، وغيرهم من الشخصيات التي سجلت بصماتها كل حسب موقعه لعودة الحق إلى أهله. بل وعلى الرغم من مرارة الغزو العراقي الغاشم، فإن دولة الكويت قد تسامت على الجراح وسعت منذ بداية الأزمة أو منذ بداية الغزو إلى أن يكون هناك حل سلمي في بداية الأمر، ولكن نظام بغداد أبى بل واستكبر فكان أيضا من الخاسرين. وسام فخر واعتزاز على صدور أبناء الشهداء فقيدهم هو فقيد الكويت اللي اختار أن يسطر مشوار التضحيات بأغلى شيء يملكه هو حياته فداء للوطن. مكتب الشهيد يستذكر الشهداء الأبرار، راح نشوف معاكم تقرير الزميلة عايشة المديني. وطني تاريخ 2/8 تاريخ مميز محفور بقلوب كل كويتي وكويتية، تاريخ الصراحة ما ينسى، تاريخ عبرات وقصات وألم للحين احنا نتذكره. يعني ما لقيت صراحة أفضل من هالمكان اللي رعى أبناء وبنات الشهداء كل هالسنين هذه مكتب الشهيد، ولا لقيت أفضل من أني أنا أختار ابنة شهيد أنها يتكلمنا عن تجربتها في فقد الوالد رحمة الله عليه الشهيد حمدان
العنزي. حنين طبعا انا ما لقيت صراحه اقابل افضل منك كونك ابنه شهيد، وللحين يعني يمكن ما جيت على الدنيا وتلقيتي خبر الفقد ووفاه الوالد. كلمينا عن تجربتك في فقد الوالد اللي صراحه هي تعتبر فخر وبنفس الوقت فقد والم وغصه. حنين كلمينا. طبعا بالنسبه حق 2/8 هو تاريخ ما ينسي. طبعا مكتب الشهيد كان له دور كبير بحياتي من انولدت لين يعني لين الحين كملت 31 سنة. مكتب شهيد كان له عدة أدوار، دور اجتماعي، دور نفسي، دور تربوي. كانوا بالمدرسة ما يفارقوني، كانوا يعني مهتمين بتحصيلي الدراسي. من ناحية نفسية وهي كانت الجزئية الأهم، لأن أنا كنت فاقدة والدي، فكانوا مهتمين بهالشيء أكثر. كان في استشاري نفسي، كان يشوف يعني يشوف أنا شنو فيني. كنت أتضايق، كنت أحتاج أن أتكلم مع أحد عن الوالد، فكانوا مهتمين بهالجانب بشكل كبير. ما أنسى دورهم بهالشيء خاصة نفسي. طبعا تعرضت حق مواقف أن احتجت أن أحد يكون يعني نفسي، يكون هو أكثر واحد فاهمني. ما قصروا معي، جتني ضيقة، جتني أيام كنت محتاجة أن هم يعني يتكلمون عني، فما قصروا معي، كان لهم دور وايد كبير نفسيا. يعني كلمات ودرر من ابنة شهيد، يعني من الأشخاص أو أكثر الأشخاص اللي عانوا من ألم الفقد. ما أقول إلا يعني كلنا فخر واعتزاز في اللي دفعوا أرواحهم فداء لتراب هالديرة هذه. ما أقول إلا دام عزتك يا ديرتي الكويت. راح ناخذكم الحين مع تسجيل صوتي للشهيدة سعاد الحسن اللي ما تجاوز عمرها 20 عام لما قدمت روحها فداء لتراب الكويت. التسجيل الصوتي كان لزوجها الأسير. هذه الشهيدة كانت بطلة في مجموعة مقاومة 25 فبراير، وساهمت في تفجيرات عديدة لمواقع العدو، إلى جانب مشاركاتها بنقل الأسلحة وأيضا تفخيخ السيارات. راح نسمع معكم هذا التسجيل من حساب برق نيوز في منصة تويتر. الله يطول بعمرك، لازم ما ننسى، لأن احنا في الحالة هذه راح نكون شهداء. هذا فخر عمري، فخر نشيله بقلوبنا وتاج نحطه على راسنا ونمشي فيه. حبيت أقول لك إن السبب اللي خلاني أكتب لك رسالة وأسجل لك هذا الشريط، إن ما أدري حسيت إنه يعني مثل يكون وجهي الحين تعودوا عليه، أو إني أكون مطلوبة، فما حبيت إنه يعني يكون فاقنا من غير ذكرى. أودي سلاح، أي كنت مرات أحطه بريولي وألف ريلي، ومرات أحطه ببطن وزوجي كأنه يعني أولادة. طبعاً هالشغلات هذه كلها كانت تصير من وراء أمي ياما الليل أو الظهر، أمي تكون نايمة وأقفل عليها ما تحس فيني. إلى حساب دكتور يوسف السريع الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف في وزارة الإعلام، ورصدنا لقاء. هذا اللقاء مشاهدينا جمع أبطال الإذاعة السرية من إعلامي وزارة الإعلام في بداية الغزو العراقي الغاشم على الكويت. نشوف معكم اليوم مع الرموز الجميلة الإذاعة السرية، أسماء كبيرة، قالوا للمدير شملان كذا مره، يوسف مصطفى، أبو بدر، أزور ياسين، أسماء كبيرة اليوم. الله وسلوى حسين، حياء وحميد هاجة، يعني الصراحة كانت عند الفنيين تفضل. الختام مع التكبيرات اللي هزت العدو في ليلة ظلماء بتاريخ 8 أغسطس بأصوات أصدحت من على أسطح المنازل بالله أكبر. الكويتيين في هذا اليوم وجهوا رسالة واضحة للعدو أن الكويت للكويتيين ولا مكان لهم بيننا. راح نسترجع معاكم هذه التكبيرات من خلال الفيديو القادم. الله أكبر، 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 الله أكبر،
غصبا عن الآلام ترجع وطن من جديد، ورغم الآلام تضرب الكويت أروع الأمثلة في التسامح وعلوها على جراحها. رفرف عزيزا يا علم، ودمت شامخا يا وطن. في أمان الله.